ليس بالرصاص فقط يواجه الشعب السوري الثائر لحريته وكرامته، بل كانت ولا تزال سهام وسائل إعلام السلطة وما يدور في فلكها أشد ضيما مما يفتعله ثالوث الأمن والجيش والشبيحة، وسائل من فكت عن توزيع شهادات الوطنية وسحبها من السوريين، تخوين وتحريض أبناء الشعب الواحد على بعضهم بعضا. الأساس الأول، كل عائلة تصل إلى الحدود التركية إلى 20,000 دولار في أي مكان في العالم، يوجد بعض العملاء وبعض الخونة، إيش المشكلة؟ قناة الدنيا الفضائية التي تقدم نفسها على أنها قناة خاصة لا علاقة للنظام بوضع سياستها التحريرية، يكذب كل ما تبثه هذه المزاعم لتكون نصيرا قويا للنظام ومنبرا لترويج روايته، ضاربة عرض الحائط بالقواعد المهنية والإعلامية، وبعيدا عن المسؤولية الوطنية وتطلعات الشعب السوري. نحن في تلفزيون الدنيا ننطلق من إيماننا بأن ما يحدث في سوريا مؤامرة. فمتابعو قناة الدنيا لا يميزون في طرحها الإعلامي وخطها التحريري عن وسائل الإعلام السورية، بل تلعب دورا أكثر خطورة من الإعلام الرسمي، حيث يعهد إليها التحدث في القضايا التي يريد النظام السوري أن يتطرق إليها، ولكن من دون أن تعبر عن موقف رسمي للنظام. جندت له مجموعة من المؤسسات الإعلامية الأوروبية والغربية والنفطية العربية، ومثال ذلك شتم الدول الخليجية والتعرض لشخصيات سورية وعربية وإلصاق تهم العمالة والخيانة بها، لدرجة أن وصف بعض المراقبين هذا النوع من القنوات بأنه سلة مهملات الإعلام. فمنذ اندلاع الثورة السورية بدأت قناة الدنيا في اختلاق الأخبار وترويجها، فكانت الوحيدة من بين آلاف القنوات التلفزيونية في العالم التي غطت وقائع الثورة القطرية التي لا أحد يعرف أين بدأت وكيف سوى قناة الدنيا وشهود عيانها. ما شهدناها اليوم من قمع همج للمتظاهرين عندنا ما قد شفته قبل ولا في أي ديرة ثانية. والأمن للحين يقوم بحملة اعتقالات مكثفة بالأماكن المشبوهة حق الناشطين الشباب اللي جمعوا اليوم. أيضا ما نوع القمع الهمجي الذي تتحدث عنه السيد فالح؟ في حي العمدة بالعاصمة القطرية الدوحة أنهت قناة الجزيرة بشكل كامل تجهيز مجسمات لساحات ومدن سورية. وكشفت قناة الدنيا قبل أيام النقاب عن مؤامرة خطيرة تعد لها إمارة قطر، وتتمثل في بناء مجسمات على هيئة معالم سوريا وشوارعها وساحاتها لفبركة الفيديوهات عن المظاهرات السورية، على غرار ما قامت به من تصوير لاحتلال ثوار ليبيا باب العزيزية والساحة الخضراء في طرابلس، حيث لا تزال قناة الدنيا هي الوحيدة التي لم تصدق أن القذافي صار من تاريخ ليبيا وأن الشعب الليبي هزم طاغيته. أما ضيوف قناة الدنيا ممن تستضيفهم لساعات فحكايتهم حكاية أخرى، فمن الدكتور العلامة علي الشعيبي، الله لا يستر على حريمكم، الله لا يستر على رجالكم، إلى الشيخ شلاش، إلى المحللين الاستراتيجيين من سوريا ولبنان الذين أخذوا على كاهلهم كشف حجم المؤامرة الكونية على نظام بشار الأسد المقاوم والممانع. ولم تستثني قناة الدنيا الفنانين السوريين من لعبتها، بل كانوا أبطالا على شاشتها لفترات طويلة للتشبيح على الثوار وكيل المدائح لنظام بشار الأسد. يطلق الرصاص الآن يعني في أكثر من منطقة على رجال الأمن وعلى حتى جنودنا في جيشنا الوطني. قناة الدنيا وبعد الدور المعادي لتطلعات الشعب السوري شملتها الحزمة السابعة من العقوبات الأوروبية، مع شركات ومؤسسات أخرى متورطة بتمويل حملات القمع والقتل التي يقوم بها النظام السوري، حيث لم تكفها 6 أشهر ونيف من عمر ثورة الحرية والكرامة لتشير ولو بخجل إلى الحقوق المشروعة للشعب السوري، ولتصدق أن هذه الثورة إنما هي ثورة شعب ضاق ذرعا بالقمع والفساد طيلة 4 عقود من حكم الأسد بنسختيه الأب والابن.